بسم الله الرحمن الرحيم. من أول من أدخل الأصنام في الكعبة؟ وماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الدكتور محمد سعيد البوطي في كتابه فقه السيرة النبوية: كان أول من أدخل الشرك في العرب وحملهم على عبادة الأصنام عمرو بن لحي بن قمعة جد خزاعة. وجاء في الحديث عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. وروى ابن هشام كيفية إدخال عمرو بن لحي عبادة الأصنام في العرب، فقال: خرج عمرو بن لحي من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق، ويقال عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وهكذا انتشرت عبادة الأوثان في الجزيرة العربية وشاع في أهلها الشرك، فانسلخوا بذلك عما كانوا عليه من عقيدة التوحيد، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، وانتهوا إلى مثل ما انتهت إليه الأمم الأخرى من الضلالات والقبائح في المعتقدات والأفعال. وكان من أهم ما دفعهم إلى ذلك كله الجهل والأمية والتأثر بمن كان حولهم من أشتات القبائل والأمم، غير أنه بقيت فيهم بقية من الناس وإن كانت تقل مع الزمن ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد، سائرة على نهج الحنيفية، تصدق بالبعث والنشور، وتوقن بأن الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي، وتكره هذا الذي استحدثه العرب من عبادة الأوثان وضلالات الرأي والفكر. ولقد اشتهر من هذه البقية كثيرون كقس بن ساعدة الإيادي ورئاب الشني وبحيرة الراهب، كما أنه بقيت في عاداتهم بقايا من عهد إبراهيم ومبادئ الدين الحنيف وشعائره، وإن كانت تتضاءل وتضعف مع الزمن فكانت جاهليتهم تظل منصبغة بقدر ما بآثار من شعائر الحنيفية ومبادئها، وإن كانت هذه الشعائر والمبادئ لا تكاد تظهر في حياتهم إلا مشوهة فاسدة، وذلك كتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وكالوقوف بعرفة وهدي البدن، فأصل ذلك كله مشروع ومتوارث لديهم من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا يطبقونه على غير وجهه ويقحمون فيه الكثير مما ليس منه، وكإهلالهم بالحج والعمرة، فقد كانت كنانة وقريش يقولون إذا أهلوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه كما قال ابن هشام بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.